الله يسلمك. جيش مسلم ما راح يدعم عبد الشبكة. الغفور طيب يا هلا عبد الغفور، ممكن ترفع لي يدك؟ حرك حرك. مركز عمليات اللي ماسكين سكة حياك الله. القطار، كيف الوضع؟ وخر دخل يفوت وخر. يا هلا والله، يا هلا يا هلا. بس ابعد له ابعد له، افتح له الطريق. يا فهد هذا مدني ولا ما ادري؟ تفتيش. انزل انزل من السيارة. يلا سايقتها علينا ولا ما ادري شنو؟ اعطيني الهوية. هوية اول شيء. فتش فتش السيارة. هذه مو نجمة هذه؟ ما شاء الله. طيب ثواني. هذه مو نجمة؟ ارفع يدك بس بفتش. ما فيها صندوق؟ فيها صندوق. دبل تشيك شباب، دبل تشيك. شغلي بورشة؟ ما شاء الله. خلاص خلاص امور طيبة. لا مو بورشة. المحطة. محطة بوليتا. شو ودها المحطة بوليتا؟ يصير تفتشوني كل شوي. طبعا إيه نتأكد يمكن تهريب ولا شيء. ما في مانع تجي مرة ثانية يمكن مشينكم. هذه حدود. يا رب بالتوفيق. لاقيته. لا إله إلا الله. سيارة سيارة. عندك مفتاح سيارة؟ مفتاح سيارة يا زميل. الضابط. العريف. ما عندي مفتاح. ما عندك؟ طيب شلون؟ أحد عنده فاتح؟ طيب دقيقة. فتشتها؟ إي فتشناها ما عنده شيء. مع هوية؟ إيه. عندها هوية صح يا زميل؟ عندها المفروض. خلوها ديمي خلوها تيجي هنا. اي يلا يلا ابعد ابعد ابعد. والله لا يسكرون هذه بل. المشكلة اللي يسكر سيارته انا اعطيك بلاش. المفتاح. اي حتى لا اقسم بالله. اللي جاي يعطي الثاني. اللي جاي يعطي الثاني. والله ما عرفت اسفاني. افضل تليفون بعدين. اي اعطيتك اعطيتك. ما جالي شيء. ها؟ قال لي اعطيته القسم خلاص اتاكد. الو ترى ما جاني مفتاح تاكد بالله. هلا هلا اقول لك ما جاني مفتاح تاكد. اصبر تعال عند سياره. لازم عند سياره. اي جرب خليك داخلها وادخل داخلها اول شيء لازم. اي ادخل ادخل اول شيء داخلها بعدين اطلع. هلا بس يعطي المفتاح الثاني. ايوه دقيقه واحد منكم. اي تمام اخذته تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يهيك. مين؟ براند بارد. براند بارد تعال. هلا هلا. امسك شيء خطير جدا. نعم. واحد فيكم مسؤول السياره. شيء بينك وبينه قطره حيل. شيء بينه وبين ايش؟ بينك وبينه تفلوت والموت يكون الحكم فاهمني؟ يعني شيء خطير يعني بمسكك حاجه جدا خطيره. ايه فاهم علي؟ اي نعم. هلين تعالي بالسياره هذه ولا اقول لك؟ اركب معي. ايش راح يسوي؟ هذا مو قاسم قطعة سايمون رايلي هذا؟ شوف طويل العمر. اي نعم. شايف اللي قدامي ولا ما انت شايف؟ النفق صحيح. ما النفق؟ الشبك. الشبك في الفراغ. في فتحة. اي في فراغ. ابغى امسكك الخطر هذا. اها اوكي. يعني بظل طيب يا ولدي. بمسكك الثغرة، هذه احنا نسميها الثغرة. طيب. الثغرة هذه كيف تسدها؟ تمام اي واحد يجي منها تطلق عليه النار مباشره. طيب. لك الاذن. بسم الله. حلو. جاء شلل للسياره. اي بس حلو اسلم. بسم اسلم. بسم الله. شو كذا هم يروحوا هذا يقولون في ثغرات. ثغره كبيره. أوكي. ما شاء الله حتى سياره تمر من عندها. انا حسبت والله شخص بس. لا لا ثغره يعني ثغره من الثغور هذا. طيب حضره العريف اسمه كريم سايمون رايلي. 5 سايمون رايلي. نعم. يا نهيل السيارة هذه جابت المرض. هذا عريف وما قاعد يعرف يسوق. هذه السيارة قبل شوي دخلت خلهم يتأكدون منها كويس. طيب انزل كعابي على الثغرة. ما هو في لازم نجيب سيارة. وين العمليات؟ ابو عمليات. انا هنا بس دقيقة. اصبر ما ادري ايش قاعد يصير. اريد احط الشات بالاو بي اس حتى اشوف. بتوجه انا مع اهلك خلينا نخلص صح؟ ايه جبتكم سياره بتوجه هناك وانا الحين شو اسمه سمين مسقط خليه يتوجه لي هناك. يعني متى تمسك القطار؟ اي ما في غير هو لوحده. خلاص تمام ما عندك مشكله. وعلي بكر هيلي يظل هيلي؟ ما بشوف عمر حبيشه موجود. بكر عمر حبيشه خليه يمسك هذا وخلاص. حياك 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 براد. يا هلا حياك الله. يا اخي امس ظبطت الصوره لز ما ادري كيف. صوره العز؟ اسلم. ايوه. والله تصدق مو كذا. يا سيارة معك فينا. ايه. حاول نلفها قدر اطلع. اي. دقيقة.
انت انا اللي بوصله انه ايش انه مؤخره السياره تكون على الشبك فاهمني عشان ياخذوا نقز عشان يقدر ينقز فاهمني خلاص بعطيك مفتاح السياره وانت تسوي تمام ترى مكان يعني المكان هذا جدا حلو بما سوي دحين السياره ولا مية واربعة لمركز عمليات كيف الإشارة؟ طلعت من الشبك سبحان الله دقيق مركز عمليات بعد شوي برر حاليا يوجد عندي شاحنة بحكي إن شاء الله أقدر أنزل لازم أتكلم هذا صح المكان قصده؟ هل توجه معه؟ غير صحيح استلم السيارة عطلت لا إله إلا الله السيارة عطلت حليب ستيمي 36 ل 405 هل عينت لك نائب؟ دقيقة لا اجيب لي سيارة سيارة ثانية في واحدة هناك اركب معي عسكري فتشيني وخلني 5 كيف الاشارة؟ دقيقة بعد ما حطيت هل عينت لك نائب؟ قرر هل عينت لك نائب؟ هذه مو ثغرة هذه بحر من البحور اصبر استلمت من هو؟ هلا بكر استلمت من 600 جيني مركز عمليات كيف 8 منو هذا؟ مركز عمليات 8 عمليات داخل منو السيارة؟ من 623 لمركز عمليات كيف 8 حلو مرر خلاص في ثلاث سيارات ورا بعض توجه كل الاشارة قطعت الطريق سيارة واحدة قطعت الطريق وراحت يسار هل تسمع لي اذا مروا مرة ثانية اطلق عليهم؟ اذا مروا مرة ثانية اطلق على كفرات فقط دقيقة شباب الوضع شو اسمه تعبان خلينا نحط هذا هنا ايوه وانا اخش هنا حلو كذا ما يشوفوني صح ولا حتى الادارة يشوفوني حلو كذا مركز عمليات ال 402 كيف الاشارة؟ اسمك موقعك حاليا؟ عند القاعدة سلم توجه لي بوحدة تيلي سلام حاليا يتم تعيينك كوحدة حرة للهلي السلم حل وصولة سلام هل في هلي؟ اسمعي شوف هنا تتخبى تمام هنا تتخبى وتطلق على العدو اي واحد هنا لك الحريه الكامله انك تطلق على النار خلاص. تطلق على اللحم خليت لس يا اخي حركات صح حاليا وحده تريد توجه لي عند الحدود هي عسكريه شيل المفضله جلوس رقم 5 نشوف حلو بس ليش ما يطلع سلاح جاك من رحبيشة اي صحيح خلينا بس استمل خلاص استمل ما في طريقة جلوس مع سلاح؟ ها؟ ايش السالفة؟ جلوس شكرا حبيبي والله والله جلوس 5 هو احسن شيء كان ايوه قطاع بين الشكل؟ مش 623 مركز عمليات ما راح ينتبه المفروض ما يشوفني واذا قمت هيجي؟ الو سمعك النيابة؟ هذا جلوس 5 مش بوينت مارشا مركز عمليات بالنيابة برر في سيارات حالية مو من جنبكم يعني